هذا وأعرب سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بهذه الزيارة وما يحظى به هذا المشروع من اهتمام ومتابعة من قبل سموه. كما شكر سعادة الوزير سمو ولي العهد على توجيهاته بتشكيل لجنة للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد واستثمار مشروع تطوير مطار البحرين الدولي لإعداد جيل من الشباب البحريني المختص في قطاعات إدارة المطار المختلفة، مثمنا سعادته تلك التوجيهات الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع اللوجستي في المملكة، مؤكدا على تنفيذ تلك التوجيهات الرامية إلى الدفع بالقطاع اللوجستي خدمة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على التوصيات التي تم عرضها خلال الملتقى الحكومي 2017 وفي إطار برنامج عمل الحكومة والاطلاع على ما تم إنجازه مشيدا بالتعاون والجهود التي يقوم بها فريق العمل وحرصهم على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبأقل كلفة وأعلى جودة. وأكد سعادة الوزير أن أعمال البناء الخاصة بمشروع تطوير مطار البحرين الدولي تسير وفقا للخطة الزمنية التي بدأت في أبريل 2015 وستكتمل في الربع الثالث من 2019. اليوم تشرفنا بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء الموقر لموقع مبنى المسافرين الجديد. استمعنا لتوجيهاته، شرحنا عن ما تم إنجازه إلى حد الآن وشنو الخطوات القادمة وأهم الأمور اللي بتميز إن شاء الله مبنى المسافرين الجديد. طبعا متابعة سموه دائما هي اللي تحثنا على أن احنا ننجز العمل في وقته وحسب الميزانية المحددة. اليوم أيضا هو التقى بالموظفين الجدد المتدربين في برنامج تحليق اللي هو أمر بتنفيذه. تقريبا احنا عندنا تقريبا 40 مهندس ومهندسة في البرنامج موجودين معنا من بداية المشروع، يعملون على مختلف الأماكن في المشروع، المهندس الميكانيكي والإلكتريكال والسيفل وأيضا الاي سي تي والعمليات، يتدربون من الآن، يحضرون جميع الاختبارات حق الإكوبمنت، وأعتقد هذا اللي بيكون هم اللي بيقودون المطار وبيديرون المطار عن تشغيله. أعتقد هذه البرامج جدا ناجح وزيارته كانت جدا ناجحة. إن شاء الله المرة القادمة تكون الزيارة يكون المبنى يكون أكثر جاهزية لاستقبال إن شاء الله الزوار، والله يساعدنا كلنا إن شاء الله بتضافر الجهود جميع الوزارات إن إحنا إن شاء الله ننفذ برنامج الحكومة مثل ما كان. وأعتقد اللي كان اللي صار في الملتقى الحكومي اللي تم خلال الأسبوع اللي راح بين الإنجازات والمشاريع اللي تقوم فيها الحكومة لخدمة المواطنين.